تعليق نادر السيد على اختيار نادي الأهلي لموسماني أهلا بكم أدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك تعليق نادر السيد على اختيار نادي الأهلي لموسماني قال نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق إن اختيار النادي الأهلي للجنوب أفريقي بيتسو موسماني صائب للغاية في هذا التوقيت كما أضاف حارس المنتخب السابق في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة تن مع الإعلامي محمد فاروق إن تواجد موسيماني مع الأهلي إضافة كبيرة للفريق خاصة بعد رحيل فيليار في توقيت صعب للغاية بعدما قاد الفريق لأسلوب معين منذ بداية الموسم كما تابع أن موسيماني لديه فكرة مميزة واستطاع أن يظهر هذا في الفريق منذ توليه المسؤولية كما حقق الكثير من الإيجابيات أهمها تأهل الفريق لنهائي أفريقيا توج النادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز وتسلم الدرع بناء على قرار اتحاد الكرة متربعا على قمة الدوري برصيد 89 نقطة جمعهم من 28 فوز وخمس تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعب الاهلي 74 هدف وسكنت شباكهم 8 اهداف فقط ليبقى المارد الاحمر هو الافضل هجوما والاقوى دفاعا اذا اعجبك الفيديو عزيزي المتابع يمكنك الان الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك